لما لقينا القلوب بتعاني والود منها راح واشتكى، قلنا نرسمها بشكل تاني مع طلة رانيا مصطفى. أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني في كل مكان، وحشتوني. النهاردة سيزون جديد لشكل تاني، وأولى حلقات في السيزون الجديد. النهاردة حلقة مختلفة جدا ومتميزة. هنتكلم النهاردة عن امتدادنا، هم أطفالنا، نور عينينا، لازم نحافظ عليهم، لازم نديهم لإيد أمينة. زي ما احنا عارفين التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، لازم نحافظ عليهم ونوصلهم لإيد أمينة تعاملهم بكل حنية وكل طبطبة. هو ده اللي أنا جاية لكم بيه النهاردة. هنتكلم عن ملتقى البراعم 2 باختصار كده. الملتقى ده كل عطائه للأطفال القائمين على المؤتمر. رئيس المؤتمر أستاذ مصطفى الهلالي، هو صاحب فكرة ليتلي إنجينير، وزوجته مدام إيمان الهلالي اللي أسعدتنا ونورتنا في الملتقى. وعايزة أتكلم عن الملتقى. الملتقى ده قد إيه جميل، قد إيه كان فيه بهجة، قد إيه بجد بيوصلوا رسالة. ابتكروا منهج جديد للهندسة، للهندسة إحنا كلنا عندنا مشكلة في الرياضيات مع أطفالنا. قدموا لنا الحقيقة أستاذ مصطفى والأستاذة إيمان، قدموا لنا منهج بيعلم الهندسة في سن 4 سنين، وده أنا شفته بعيني. ونطلع مع بعض نشوف التقرير ونرجع تاني. مساء الخير عليكم اعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني وملتقى البراعم 2، ومعايا رئيس الملتقى ونائب رئيس الملتقى. نورتونا. نور ليك والله، شرفتونا. معاكم مصطفى هلالي رئيس ملتقى البراعم، والاستاذه ايمان فايد. ايمان فايد امين عام الملتقى البراعم 2، واحد مؤسس برنامج ام اي الانجينير للهندسه الرياضيه. النهاردة بجد كان ملتقى كامل جدا، وكان حضور مشرف، وكانت واجهة مشرفة وحاجة جديدة علينا كشعب المصري، ان نلاقي طفل ما شاء الله 4 سنين بيرسم مثلث. ايه الفكرة وجات لحضرتك ازاي؟ والله بداية الفكرة طلعت من الأستاذة إيمان. انا كل ما قلنا لك ان انا بلورت الفكره بس مش اكتر، وهي الفكره بسيطه جدا. برنامج ام اي ليتل انجينير، الهندسه الرياضيه، بنأسس الطفل هندسيا بحيث ان هو يكتسب الخبره في الهندسه الرياضيه، ويعرف يعني ايه شكل هندسي بكل ابعاده وكل خواصه وهو في سن صغيره، يعني ابتداء من سن 5 سنين يبدا يتعرف على الاشكال الهندسيه وازاي طريقه الرسم. وعملنا طرق رسم مبسطه للموضوع بحيث ان هو يكتسب الخبره دي ويختزنها في عقله، وتعيش مع فترات الدراسه بتاعته ابتداء من اولى ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي، بياخدهم في كورس مكثف في خلال سنه مش اكتر. ما شاء الله ما شاء الله. بس انا شفت اولاد حضانات حضرتك مدربهم اقل من 5 سنين وما شاء الله كان بيرسم على البورد النهارده. استاذه ايمان، وراء كل رجل عظيم امراه اعظم. اول حاجه انا عايزه اقول لك ان انت اللقاء معاكي مميز جدا، يعني بيطلع كل اللي جوانا بجد. القصه بيني وبين مصطفى ان احنا اتفقنا من ايام ما كنا لسه في الجامعه مخطوبين ان كل حاجه تتقسم ما بيننا، فاحنا قسمنا الموضوع في البراعم بيننا وبين بعض، وقسمنا كمان في البرنامج الهندسي الرياضي الجديد. انا كنت الفكره وهو كان الدرعيه اللي بيحرك وبيروح ويجي، وهو يعني عمل دراسه كامله عن الموضوع، وهو دلوقتي بيعمل اعداد مدرب تدريب المدربين. يعني النهارده المدربين
الشخصيات اللي كانوا موجودين كان هو اللي مدربهم والاطفال تحت رياده المدربين دول. وانجزنا الحمد لله الحمد لله في 3 شهور تدريب مدربين ادى ان هم ازاي يعملوا كل حاجه خاصه بالهندسه من سن من جونيور 1 لحد ثالثه اعدادي. ودي الحاجه اللي احنا الحمد لله رب العالمين ثبتناها النهارده في الملتقى ملتقى البراعم 2 اللي كان الحمد لله بفضل الله تعالى بفضل الله تعالى يعني كان النهارده طلع بصوره كويسه جدا وده فضل من عند الله الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ملتقى النهارده اكتر من رائع. قد ايه التنظيم كان جميل، قد ايه المعلمات قد ايه كانت يعني بجد حد مدربها كويس جدا، يعني انا انبهرت. اخدت اراء بعض الناس في الملتقى قد ايه كان جميل قد ايه قالوا النهارده شفنا فكره جديده مختلفه. الفكره دي جات لك ازاي استاذ مصطفى؟ والله الفكره برضو كانت بيني وبين ايمان ان احنا اغلب الملتقيات اللي بتحدث المدرب بيطلع بيتكلم عن شغله وبيقول انا بعمل كذا او بضرب كذا او شغال على برنامج كذا. فانا الفكرة جات لي لا انا مش عايزك انت تتكلم، انا عايز شغلك هو اللي يتكلم عن نفسه. فانا جات لي الفكرة انا وايمان بحيث ان احنا نطلع النشأة او الجيل اللي بيتدرب تحت ايديه هو يبين الشغل بتاع المدرب معاه ويقول انا وصلت للمستوى ده على ايد المدرب ده. فده كان فكرة البرايم او فكرة ملتقى البرايم اللي احنا شغالين عليها والحمد لله نالت قبول ونالت اعجاب الناس كتير. ما شاء الله كانت حاجة جميلة جدا. وكان نموذج أستاذة إيمان قدام عينينا إنك تقدري توصلي صورة للمعلمات رياض الأطفال إن هم حبوا إن هم ياخدوا أكتر. وقد إيه أنت تعبتي، أنا الملتقى النهاردة ما شاء الله عليكي تنظيم ورايحة وجاية وعينيكي على هنا وبتقدمي ده وبتكرمي ده. عايزة أسألك سؤال، منين كل الحب والطاقة والنشاط اللي كان جايلك النهاردة؟ عشان بحبك وبحبهم بجد. كل الضيوف اللي كانوا موجودين النهارده انا بحبهم، واي حد يتذكر جنب اسمنا ويكون عندنا ضيف فوق دماغنا من فوق. يعني حتى لو بيبقى في شويه الحاجات اللي بتبقى بين اي اشخاص، لكن هم والله لما بيكونوا موجودين عندي انا بنسى اي حاجه ولازم لازم اكون قد المسؤوليه. وانا بدعيهم ببقى قد المسؤوليه، وانا بعمل دعواتهم بكون قد المسؤوليه، وانا بشتري حاجاتهم بكون قد المسؤوليه. طبعا الملتقى ده بيقوم على الرعاه وبيقوم على المدربين، لولا اشتراكاتهم اللي احنا بنجمعها ونقدر نعمل منها الصوره الحلوه دي، لولا الاطفال اللي طلعوا النهارده ما كانش يبقى اسمي واسم مصطفى دلوقتي، ان هم زي ما انا بقدمهم بصوره مشرفه هم اللي بيحفروا اسامينا. فانا بشكرهم، بشكر الرعاه وبشكر المدربين وبشكر الضيوف وبشكر بجد وجودك النهارده معانا انت وفريق العمل، شرفتينا ونورتينا. وان شاء الله ملتقى 3 بامر الله هتكوني معانا، انت معانا في كل المؤتمرات باذن الله، لانك فعلا وشك حلو ويا رب المره الجايه اقدر بجد اعمل معاكي حاجه احسن من كده، يعني بجد تسالي كل خير بجد. انت جميله ما شاء الله عليكي. واستاذ مصطفى قد ايه انت ما شاء الله حد يعني مجتهد جدا، الله يعزك الله يعزك، وقد ايه الناس كانت بتشكر فيك. كلمه اخيره لنهايه اللقاء. والله الفضل والمنه من الله ان احنا وصلنا للي احنا وصلنا له بحبنا لرياض الاطفال والفكرة الجديدة اللي احنا عايزين نوصلها ان احنا عايزين نبتكر نوع جديد من انواع الدراسة بحيث انه يكون بفهم وحب بعيدا عن اسلوب التلقين المباشر اللي بيحدث في الدراسة بتاعتنا. بس مش عارف استاذة ايمان كلمة اخيرة، نفسك في ايه؟ نفسي ربنا يكمل المشوار.
مشوار ام اي ليتل انجينير على خير، ونوصل انا وهو ان شاء الله اللي ربنا رايدنا بخير. النهارده من ملتقى البراعم 2 معانا نموذج مشرف الاستاذه علا، وهي تتكلم عن نفسها وتعرفكم بنفسها اكتر. اهلا بحضرتك استاذه رانيا، بحضرتك علا رأفت، صاحب ومدير اكاديميه بيرفكت كيدز التعليميه، مدرب معتمد صوتيات، مدرسه تاسيس، يعني مهتمه بمرحله التاسيس ومناهج التعليم الحديثه. ما شاء الله عليكي، انت كنت عامله بهجه النهارده في الملتقى، وانت كنت راعي رسمي للملتقى. أو الحمد لله، احنا بأي حاجة بيبقى فيها شغل يخص الأطفال احنا ما بنتأخرش عنها، لأن احنا بندعم دايما مرحلة رياض الأطفال، البراعم، المواهب، أي حاجة تخص الأطفال، ده مجالي وعشقي بصراحة، فاحنا ما بنتأخرش عنهم. يعني تقدري تدي إيه للطفل؟ انا معلمه تاسيس، انا بهتم بالطفل من مرحله البري كي جي والكي جي والكي جي 1، بنعلمه الحمد لله المناهج التعليم الحديثه زي القراءه بمنهج نور البيان، الجولي فونكس في الانجليش، الماس، في عندنا بقى مناهج الحساب الذهني المختلفه، ودلوقتي بقى في ليتل انجينير اللي هو مناهج الهندسه كمان تدخل الحضانات. فانا في الاكاديميه بتاعتي مشيت بفكر مختلف، ان احنا بنقدم المناهج اللي بتتاخد كورسات في الاكاديميات بره مناهج معتمده لمنهج الحضانه. يعني الطفل عندنا في الحضانة بياخد الجولي فونكس، ده منهج حضانة، الترابل ماس أو مناهج الحساب الذهني، ده منهج حضانة. فبتلاقي الطفل عنده 4 سنين ونص هو بيقرأ إنجليش زيه زي أي حد كبير، بيقدر يعمل كونفرسيشن، بيقدر يحسب عمليات حسابية عن طريق التخيل في ذهنه، بيقدر يقرأ عربي برضو بصورة كويسة. فالحمد لله احنا عملنا طفرة في المجال، إن احنا دخلنا أحدث مناهج للتعليم في مجال رياض الأطفال، مش بس التعليم الأساسي. الطفل من أول 4 سنين بيبقى عنده قدرات مختلفة دلوقتي، وعنده ما شاء الله إمكانيات يعني ما كانتش موجودة قبل كده، أو موجودة بس ما حدش قدر يستغلها. لا هو الحقيقة أنا شفت ده بعناية في الملتقى، وبجد يعني أنتوا طفرة بجد، والإنجليش ده بيبقى عقدة عند الطفل لأن هي مش لغتنا، فأنتوا بتوصلوها بطريقة جميلة جدا. أستاذة علاء، أنا عرفت منك إن في ملتقى، أنت اللي هكون رئيس الملتقى إن شاء الله. ده كلام تمام؟ يوم تدريبي لمعلمات ومديرات ومديرين رياض الأطفال. اليوم التدريبي دوت احنا هنشتغل على كسر حاجز الخوف حتى عند المعلمة، مش للطفل بس، لان انت بتعلمي الطفل المناهج الحديثة بتكسري عنده حاجز الخوف، انما اليوم التدريبي هيبقى في كوادر كتيرة جدا في جميع التخصصات. المعلمة اخر اليوم هتاخد شهادة معتمدة بحضور اليوم، وهتكون اخذت خبرة وخلاصة سنين عند كل المدربين اللي قاموا بالتدريب والمحاضرات. ومعايا المدرسة اللي أبهرتنا بتدريب تلاميذها وبحبها للأطفال، وقد إيه كانت متعاونة ومنظمة الأطفال، وقد إيه الأطفال بيحبوها. معانا ميس هند، وعرفينا على حضرتك. أنا هند عبد المحسن محمد، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات، مدربة حساب ذهني تريبل ماس، مدربة هندسة رياضية ام اي ليتل انجينير، ومدربة فونكس. ما شاء الله عليكي، انت النهارده قد ايه الاطفال يعني متعلقين بيكي، وقد ايه المفاجاه اللي انت عملتها مع ميس ايمان، ده حب ولا ابتكار افكار؟ عرفينا. دوت حب لميس ايمان اولا، لانها بجد انسانه كويسه تتحب فعلا. ابتكار افكار، لان فعلا الشغل التدريب لازم فيه الابتكار، ما ينفعش ان هو ناخد الحاجه زي ما قلنا مدرب او الدكتور مدينا الحاجه ونطبقها زي ما هي، لا لازم الابتكار في التدريب. ودوت كان اخراج الحاجات ده، ولازم نتعامل مع الطفل بحب، فاكيد اللي احنا نديهوله هيوصل له. استاذه هند، حضرتك اصلا مدرس تنميه مهارات، ازاي قدرتي تكوني بالدرجه العاليه مدرسه او مدربه يو سي ماس؟ انا في البدايه انا كنت قبل ما ابقى مدربه تخاطب وتنميه مهارات انا كنت مدربه يو سي ماس. يو سي ماس انا يعني اخدت فيه مراكز كتير، اخدت اول جمهوريه بكذا طفل، وتاني وتالت. لما اشتغلت في البرنامج في تنميه المهارات يعني في اطفال كتير فعلا اليو سي ماس بيساعدهم في تنميه المهارات، في انتباه وتركيز وتخيل. دوت فعلا الاطفال اللي هم عندهم مشاكل في الحاجات دي اليو سي ماس بيساعدهم اللي هم يحققوه، اللي هو بقى بيزود انتباههم وتركيزهم، قدرتهم على التخيل. فدوت فعلا ان دوت مرتبط بده، يعني تنميه المهارات مرتبطه جدا باليو سي ماس. اليو سي ماس هو تخيل، تصور وذاكره، ان هو بيخزن، يعني لما بساله مساله بيخزن كل المعلومات وفي الاخر بيخرجها، فدوت فعلا بيقوي الذاكره، بيقوي تركيز الطفل. استاذه هند، عايزاك تنصحي كل معلمه بنصيحه
وكل ام نصيحه. انا انصح اي معلمه ان هي تتعامل مع اي طفل ان هو ابنها، وكل طفل له معامله خاصه، ما ينفعش نتعامل مع كل الاطفال بنفس الطريقه. لو انا اتعاملت مع كل الاطفال بنفس الطريقه انا عمري ما هنجح، لان كل طفل ليه ظروفه الخاصه، ليه وضعه، فما ينفعش نتعامل مع كل الاطفال، ولازم نحبب الطفل فيا قبل ما انا ما نتعامل معاه. ومعايا استاذه صفاء فاكهه الملتقى، المدرسه اللي ابهرتنا بتدريبها للاطفال وحبها للأطفال وحبها لشغلها، وهي هتعرفنا عن نفسها أكتر. صفاء منيسي، مؤسسة أكاديمية الأنامل الصغيرة، مدربة تريبل ماس ومدربة من جرير ومحفظة قرآن ولقع حاجات كتيرة قوي ونور بيان. والله وأنا سعيدة جدا جدا إن أنا معاكم دلوقتي، ونتمنى الحاجات اللي احنا قدمناها تكون نالت إعجابكم إن شاء الله. أكيد طبعا، أنت عملتي رسالة عن طريق قصة، عن طريق مسرحية، وهو ده اللي بيثبت مع الطفل. فعلا انا حبيت ان انا مش كل حاجه تبقى بالتلقين، لا، احنا ممكن نعمل الهدف ان احنا نتعلم واولادنا يتعلم بحب، مش ان احنا نتعلم لمجرد ان احنا نلقن الاطفال، لا، لازم يبقى عندنا وسائل متطوره ان احنا نعلم بيها الاولاد، لازم يبقى احنا عندنا وسائل كتير ونبتكر ونخترع نشوف الطفل ده، لازم من نظره عينينا نعرف الطفل ده محتاج ايه. ونتمنى يا رب ان احنا ربنا يوفقنا ان شاء الله. يعني مستوى رائع جدا، قد ايه حب حتى الاطفال ليكي حاجه باينه في عينيهم. عايزه نصيحه لكل معلمه. احب انصح كل معلمه، بلاش فكره التلقين، بلاش يا جماعه، بلاش تقولي تخوفي الولد منك او تخوفي الولد بالتعليم. اول حاجه قبل ما تدي اي معلومه او لاي طفل لازم تخليه يحبك الاول. مجرد الطفل ما هيحبك الاول، بعد كده اي حاجه انت هتديها له هو هيتقبلها، وبالعكس هيبقى متميز فيها كمان، مش مجرد ان هي تبقى معلمه وطفل او معلمه وتلميذ، لا، هتبقى ام وابنها او ام وبنتها. من هنا هتلاقي نفسك فعلا قدمتي اللي انت ما كنتش تتخيليه، وصلتي بالطفل لمرحله ان انت ما كنتش حتى في خيالك توصلي لها. اهم حاجه في التعليم بذات الحب، احنا دايما كنا زمان بنقول ده انا بحب الماده دي عشان فعلا المدرس كويس، او بحب الماده دي عشان انا بحب دي. فعلا انا لو حبيت الطفل والطفل حبني، مهما انا اديله هو هيتقبل مني. في حاجه كمان حابه اقولها، ان بلاش نقول ان الحاجه دي كبيره على الطفل. دايما الكلمه دي كنت بشتغل وبسمعهم، لا ده دي كبيره ازاي هيستوعب كده. لا يا جماعه، الطفل بيستوعب احسن من الكبير كمان. انا فعلا شفت ده بعيني. يعني انا مثلا لما اجي اعمل حاجه كنت بلاقي من اولياء الامور مستحيل، ازاي الطفل هيقدر يعمل. بعد كده بعد ما كنا بنشتغل بلاقي الاولياء الامور هم كمان بقوا طمعانين في زياده، لما شافوا اولادهم فعلا يقدروا بقوا يطمعوا في زياده، واحنا بقينا ننمي. لما يبقى عندي طفل في كيجي بيعرف يقرا في اي من المصحف او اي كلمه من المصحف في السن الصغير ده، بيعرف يعمل اي عمليه حسابيه، بيعرف يعمل حاجات كتيره، بيعرف يعمل مثلا زي الرسم الهندسي اللي انتوا شفتوه. لا فعلا الطفل اهم حاجه الحب، وانت ما تقوليش ان الطفل ده ما يقدرش، لا، الاطفال تقدر وتقدر تعمل اكتر من كده كمان. ومعانا مستر هشام اللي ابهرنا باللغه الانجليزيه، وقد ايه ما شاء الله الاكسنت بتاعه كان جميل جدا، وعايزين نعرف سبب تواجده معانا في الملتقى النهارده. مستر هشام، نورت الدنيا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا حابب اشكر حضرتك على التقديمه الجميله ديت. انا طبعا موجود النهارده في المؤتمر او في الملتقى الجميل ده عشان يعني ابرز مدى اهميه اللغه الانجليزيه في حياتنا، وان احنا لازم اي حد متعلم اللغه ايا كان المرحله العمريه بتاعته، انا وجهه نظري ان احنا لازم نتقن اللغه الانجليزيه ومهارات اللغه الانجليزيه بصفه عامه عشان حتى وظيفه مستقبليه كويسه، يعني نعلم النشء الصغير. دي تعتبر في حد ذاتها يعني انا جاي عشان اوصل الرساله دي النهارده وبس، ونتمنى كده فعلا ان الموضوع ده ينتشر على اوسع نطاق. بجد انا شفت ده بعيني، انا عن نفسي يعني كنت مبهوره قد ايه حضرتك ما شاء الله عندك حضور، قد ايه اللغه زي ما نقول بتاعه بلدها يعني زي ما هي، وقد ايه قدمت لنا نموذج كان جميل، كان بنبنيه الملتقى. طبعا يعني كريم
شاكر النهارده شرفتنا، وديت يعني نموذج مثالي جدا في اللغه الانجليزيه. حتى انا طلبت منها ان هي النهارده تسمعنا ايه الهدف من اللغه الانجليزيه واهميه اللغه الانجليزيه في نقاط بسيطه. اتفضلي يا كريم. Thank you so much. English language is very important, and when we speak English fluently and very comfortable, this is very beautiful. Actually, Mr. Hisham, always care to let us speak English like we are speaking Arabic, and we are very like we are playing and doing anything. Like he really. Thank you so much. المشاهدين برنامج شكلك. حقيقي الانجليش ماده حلوه قوي، بس هشام فعلا بيحاول يوصله لنا بكل الطرق بطريقه بسيطه وبطريقه يعني نتكلم بيها بطلاقه زي ما بيقولوا، وبيحببنا في اللغه جدا. مش بس هي ماده وبندرسها عشان ننجح وكده، لا، بس هي حياه احنا بنتعامل بيها. انت نورتي. شكرا. كله ان شاء الله مزيد من النجاح. عايزة أرجع لمستر هشام وأسأل حضرتك سؤال. يعني أنا كنت قاعدة ما شاء الله مستغربة من حب الأولاد ليك وحب المتدربات لحضرتك. حضرتك شغال أونلاين أو بتدرب متدربات؟ طبعا يا فندم، أنا في كذا مكان على مستوى الجمهورية، في كذا محافظة، وإحنا النهاردة في اسكندرية. فأنا عايز أقول إن الملتقى النهاردة كان فيه متدربات حضروا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والنهاردة كنا يعني بنتكلم في موضوع تعلم اللغة الإنجليزية طبعا بعد COVID-19 والموضوع اللي حصل بتاع كورونا فيروس. فاحنا بدأنا نشتغل نقلل الأعداد بحيث ان احنا ما نوقفش مسيرة تعلم اللغة الإنجليزية في أونلاين. اي نعم، ودي طبعا دي حاجة جديدة على الناس، فاحنا حاولنا ان احنا نفهم الناس الموضوع ماشي ازاي، عشان اولياء الامور كانوا متعودين على حاجة، وبعد كده حاولنا ان احنا بذلنا مجهود نوصل لهم موضوع الاونلاين ده وفكرته. الحمد لله يعني نجحنا ومعانا اعداد كتير جدا. وبالنسبة بقى يعني، وفي ناس ما بترجحش الاونلاين، بتقول ان احنا المفروض يكون في بيننا وبين التيتشر اي بقى كونكشن، ويكون في اتصال مباشر. فوصلنا الفكرة ديت، ووصلنا الفكرة ديت على النقيض، وان شاء الله نتمنى ان احنا في الاخر نوصل الهدف بتاعنا والرسالة اللي هو تعلم اللغة الإنجليزية على كافة المستويات في جميع الأعمار، أيا كان سواء طلبة. زي ما شفنا قد إيه الملتقى كان مميز، وقد إيه الناس دي بجد تعبت عشان توصل الفكرة، مش مجرد كلام، لا، هم بجد قالوا احنا هو وشغلنا اهو. طيب، مش عايزة انسى اي حد في المؤتمر، وهشكر اول حاجة طبعا استاذ مصطفى اللي تعب ونظم الملتقى وكان عنده الفكر والمنهج اللي ساعد بيه الحضانات، والاستاذة ايمان، وطبعا بحب اشكر المهندس حسن عرفة اللي قدم هدايا كتيرة للملتقى، وقد ايه كان مبسوط جدا، وقد ايه دعم الأستاذة إيمان والأستاذ مصطفى. وبحب أشكر أستاذة هند وأستاذة صفاء ومستر هشام اللي أبهرنا بالأكسنت بتاعه، اللي أبهرنا قد ايه بجد، وكان قال لنا اللغة الإنجليزية دي ما ينفعش حد يتهرب منها، ولازم نمارسها كويس عشان نوصل للصورة اللي احنا شفناها في التقرير. بجد أنا عايزة أقول الشغل مع الأطفال ما هوش سهل أبدا، هو بجد صعب جدا. إن أنت تعلم طفل تحفظ القرآن، وزي ما شفنا في الملتقى أستاذة صفاء قدمت بجد قصة جميلة جدا عن المنهجين، المنهج اللي هو التقليدي بالورقة والقلم، والمنهج الأونلاين عن طريق مسرحية، كان أطفال سنها لا تتعدى 4 سنين. قد ايه كمية الاتقان والحب، قد ايه البهجة اللي كانت في المكان، قد ايه الناس دي تعبت بجد عشان بتقدم رسالة. ما كانش هدفهم المادة ولا هدفهم ان هم يطلعوا في مؤتمر وخلاص، لا بالعكس، والله انا شفت ده بعيني قد ايه حب الناس وحب المتدربات للمكان، وقد ايه حب الأستاذة إيمان لفرحتها بأطفالها. أنا عايزة أقول والله مهما أتكلم مفيش حاجة هتوصف اللي أنا شفته بعناية، ومفيش يعني كلام يوفي حقهم ويوفي الحب اللي هم قدموه في الملتقى. الملتقى تقريباً أخذ 6-7 ساعات من البهجة،
ست سبع ساعات من الحب والفرحه، وناس واقفه بتجري هنا وبتكرم ده وتستقبل ده. قد ايه الناس دي بجد تعبت، قد ايه الناس دي تستحق ان احنا نظهرها كنموذج مشرف. ومش عايزه انسى صديقتي الجميله الاستاذه علا على تقديمها اللغه الانجليزيه، وبجد كانت يعني حلقه انا مبسوطه بيها جدا، ويا رب نكون اسعدناكم وكنت ضيفه خفيفه عليكم، وان شاء الله انتظروني في حلقات تانية من برنامج شكل تاني.